السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بالف خير. مرحبا بكم معايا في الدرس السادس من سلسله تعلم اللغه التركيه من الالف الى الياء. ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان الالوان. اذا خذوا ورقه وقلم ولنبدا على بركه الله. درس الت رينكلر. بياز ابيض، بياز ابيض، بياز ابيض. سياه اسود، سياه أسود، سياه أسود. جري رمادي، جري رمادي، جري رمادي. كرمز أحمر، كرمز أحمر، كرمز أحمر. كهفرينجي بني، كهفرينجي بني، كهفرينجي بني. مافي أزرق، مافي أزرق، مافي أزرق. مور بنفسجي، مور بنفسجي، مور بنفسجي. بمبي زهري، بمبي زهري، بمبي زهري. صارو أصفر، صارو أصفر، صارو أصفر. تورونجو برتقالي، تورونجو برتقالي، تورونجو برتقالي. يشيل أخضر، يشيل أخضر، يشيل أخضر. فيديو اليوم انتهى، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد بإذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحة، تبقوا على ألف خير.